اسلم مرحبا بكم اليوم في الكاتريم اديسيون تاع ام بي بي اس رود شو. دونك ام بي بي اس اللي يعرفه واللي ما يعرفهاش هي شركه هي مصنع الورق الخشبي في بالجنوب. ام بي بي اس فوندي اون 1980 نخدموا طول لي بانو بارتيكول اي ام دي اف ونعملوا لانوبليسمون تاعهم ونعملوا لي سوليسيون ديجونسمون بالنسبه للي كويزينيست والمصارف والكل. دونك اليوم هنا مرحبا بكم معنا في الكاتريم اديسيون تاع ام بي بي اس رود شو بعد ثلاثه اديسيونات كانوا ناجحين ياسر ومن بعد الطلب الكبير اللي جاتنا من لي زارشتيك واللي بروفيسيونيل تاع الخدمه هذه جاونا باش نقدموا البرودويات نتاعنا ونتحاوروا مع بعضنا. احنا هنا اليوم سلوغون تاعنا بلو بروج دو فو باش نسمعوهم ويسمعونا. احمد جرايه ارشتيك دانتيريور invité Lyoma à l'événement de MPBS. Vraiment, c'est un événement très intéressant, surtout que MPBS est une chérie tunisienne qui pratiquement c'est un partenaire pour nous, les architectes d'intérieur. Où on a les amis dit mais ça la chérie tunisienne ou produit tunisien ou surtout Lyoma c'est un produit très très intéressant, produit rapport qualité-prix, il est très intéressant. Donc, d'une façon générale, je pense que l'événement de Lyon, oui, je suis un architecte ou architecte d'intérieur, il est présent avec un PBS, il est présent avec un PBS, et Inch'Allah, je suis allé à Hassan. نعرفكم بروحي زياد ماجري أمين مال مساعد هيئة المهندسين المعماريين بالجمهورية التونسية. اليوم تشرفت بالدعوة اللي جاتني من شركة من طرف شركة ام بي بي اس باش نشارك معاها في ليفينمون نتاعها هو الغوديو شو كونسيرنون لي برودوي نتاعها. كانت لي فرصة باهية باش نتعرف على لي برودوي نتاعها وفما ميساج وصلوهولنا اللي هو لازمنا نخدموا أكثر على دوتخ برودوي ناسيونو خاصة في فما تيبولوجي نتاع بانو اللي هما موجودين برودوي تونسي 100%. ونحن كهيئة مهندسين معماريين هذا من واجبنا اني نحن نشجعوا المنتوج التونسي وخاصة كيبدا منتوج 100% تونسي وميساج ان شاء الله وصل وبحول الله باش نعملوا معهم برنامج كبير في خص بالتعريف باللي برودوي نتاعهم ونشاركوهم في التظاهرات اللي قاعدة تقوم بها الهيئة على طول العام وان شاء الله فما ان بون بروغرام معهم ان شاء الله. معكم محمد سعد ديريكتور تكنيك سوسيتي الديار فابريكون دو موبل في تونس. اون رومارسي ام بي بي اس على الفرصه اللي عطاتنا اليوم باش نتقابلوا ان طون كاندستريال ارشيتكت اوتور دو سيت ريونيون باش نشوفوا لي نوفوتي واش نتقاسموا معاهم هالي مومون اغريابل باش نتعرفوا كيما قلت على لي نوفوتي ونتقاسموا ان بو لي ديفيكولتي اللي قاعدين عايشينهم اليوم كو سوسوا في لي ماتيير ولا في لي زوغمونتاسيون دو بري في الاونه الاخيره. دونك اللي لي لانفيرونمون مونديال اي ايكونوميك كو سوا في تونس ولا في العالم. دونك كيما قلت فرصه طيبه نشكروا ام بي بي اس اللي لمتنا وعطاتنا لي مومون هذوما باش نخرجوا شويه من لو ستريس نتاع لو كوتيديان ونتفتحوا شويه على اللي صاير في العالم ولي نوفوتي.